يصادف اليوم 12 من آذار مارس الذكرى 19 لانتفاضة قامشلي التي انطلقت شرارتها من مباراة كرة القدم بين الجهاد النادي المحلي لمدينة قامشلي ونادي الفتوة القادم من مدينة دير الزور شرقي البلاد لتشمل مختلف المدن الكردية في سوريا. الثاني عشر من آذار كان يبدو يوما عاديا كغيره قبل عام 2004 لولا أن بعض الحاقدين على الشعب الكردي كانوا يحضرون مؤامرة ضده مستغلين مباراة كرة قدم بين ناديي الجهاد من مدينة قامشلي شمال شرقي سوريا والفتو القادم من مدينة دير الزور شرقي البلاد. بدأت القصة بقدوم نحو 2000 شخص من جمهور فريق الفتوة ليطوفوا في شوارع مدينة قامشلي قبل موعد المباراة مرددين شعارات مستفزة للكرد. الأجواء داخل الملعب لم تكن مختلفة عن خارجه، فقبيل إعلان صافرة بداية المباراة زادت حدة الاحتقان بين جماهير الفريقين وحدثت الاشتباكات في المدرجات عندما بدأ جمهور الفتوة بإلقاء الحجارة على جمهور الجهاد وضربهم بالعصي. لعب الإعلام الحكومي دوراً في المؤامرة حيث أعلنت إذاعة دمشق نبأ إيقاف المباراة وذكرت أن 3 أطفال قتلوا دهساً تحت الأقدام، وكان لهذا الخبر أثره البالغ في غليان المدينة، واتضح فيما بعد أنه كان خبراً كاذباً وملفقاً. وبعد سماع أهالي المدينة هذا الخبر توافدوا نحو الملعب لمعرفة مصير أبنائهم، لكن قوات الأمن لم تسمح لهم بالدخول وأطلقوا النار على المدنيين حيث سقط عدد من القتلى والجرحى، فامتدت التظاهرات إلى عموم المدينة. في اليوم التالي خرج أهالي قامشلي لتشييع الضحايا، لكن قوات الأمن تدخلت مطالبة بنزع الأعلام الكردية عن الجثامين، وعندما رفض المشيعون ذلك بدأت بإطلاق النار فسقط عدد آخر من الضحايا. من هنا بدأت الانتفاضة التي عمت مختلف المدن الكردية من قامشلي إلى عمودة والدرباسية وتربسبيه وديريك وسريكانية والحسكة وكوباني وعفرين وغيرها، إضافة لبعض أحياء حلب وجامعتها والعاصمة دمشق. كما امتدت المظاهرات لمدن إقليم كردستان وتركيا وإيران وأوروبا. اليوم وبعد مرور 19 عاماً يحيي الكرد في سوريا هذا الحدث التاريخي في مناطق شمال وشرق سوريا التي تعيش فيها كافة المكونات في حالة من السلام والتعايش المشترك، ليؤكدوا أن سوريا تتسع لكل السوريين دون تمييز أو إقصاء. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي من شمال شرق سوريا، صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي وأكرم محشوش نائب الأمين العام لحزب المحافظين. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من عند حضرتك أستاذ صالح، يعني لن ندخل في تفاصيل ما حدث لأنها باتت معروفة لكل القاصي والداني، لكن نسأل هنا لماذا الحكومة المركزية في دمشق في ذلك الوقت سعت وحاولت لخلق فتنة عربية كردية مع العلم أن الحياة كانت طبيعية ولا توجد أي خلافات قومية أو عرقية؟ أولا تحية لكم ولجميع مشاهديكم. أهلا بك. طبعا شعبنا يحيي هذه الذكرى، هي أليمة من ناحية وهي لها دلالات عميقة من ناحية أخرى. أما على صعيد لماذا حدثت هذه، فطبعا الجميع تابع الأحداث ونحن كنا من المتابعين، ولكن يجب العودة إلى الأجواء التي كانت سائدة عندئذ. يعني كانت الأجواء سائدة في المنطقة ككل، كانت مشحونة. نحن نتحدث عن عام 2004 كما تتذكرون، ربما في 2003 جرى غزو العراق واحتلال العراق من جانب القوات الدولية أو أمريكا لنقل. ولهذا النظام شعر بنفسه مستهدفا،
وعندئذ يعني عند 2003 عند الغزو للعراق جرى اتهام الشعب الكردي في العراق على أنهم هم الذين تواطؤوا مع الأمريكا، مع العلم أن جميع المعارضة العراقية كانت متواطئة وجميعهم كانوا على علم بما يحدث وشاركوا فيه. ولكن نحن في شمال وشرق سوريا عن كل سوريا نحن كنا بريئين من هذه التهمة ولم تكن لدينا أي إشكالية، كنا نتابع الأحداث فقط. ولكن النظام بعقليته الشوفينية ونظرا لممارساته على الشعب السوري كان خائفا مرتعدا أن يطال الغزو الأراضي السورية، وكان يرى أن في الشعب الكردي في شمال سوريا وشمال شرق سوريا النقطة الضعيفة، ولهذا شعر بأنه يجب أن يقوم بتربية هذا الشعب قبل أن يتمكن هذا الشعب أو أن يقوم بمحاولة ما ضد الحكم. ولهذا جرى طبعا هذه المؤامرة الدنيئة لخلق فتنة للإيقاع بين الشعب العربي والشعب الكردي في شمال سوريا. وهذا طبعا نحن عندئذ كنا كقوة كردية سياسية كنا ندرك هذه الأبعاد، حاولنا أن نخمد هذه الفتنة في مهدها، وإلى درجة ما استطعنا الحيلولة دون تحقيق مآرب النظام في ذلك، يعني خلق فتنة عربية كردية. ولكن طبعا كانت لدينا نحن تألمنا كثيرا وخسرنا كثيرا، وخاصة نحن حزب الاتحاد الديمقراطي أصبحنا هدفا للنظام، يعني الاعتقالات والاستشهاد وما إلى ذلك طالت لسنين إلى أن وصلت إلى الثورة السورية في 2011. نحن كنا في مواجهة النظام، يعني امتداداتها لم تقتصر على ذلك الوقت فقط، وإنما كما تعلمون يعني في ذلك الوقت كانت هناك صداقات حميمية بين رأس النظام في سوريا ورأس النظام في تركيا، ولهذا نحن كنا الضحية على الأغلب يعني. نعم. طيب أستاذ أكرم محشوش أرحب بك مجددا. طيب أستاذ أكرم، يعني في تلك المرحلة عام 2004 في آذار تحدث أن هناك حاولت حكومة دمشق خلق فتنة عربية كردية، إلى أي درجة العشائر والمكون العربي هناك كان يعني منتبها لهذه المحاولة من قبل الحكومة السورية في ذاك الوقت، يعني وأم أنها في بعض الأحيان بعض العشائر تأخرت في فهم وإدراك ما كان يحاك ضد الشعب الكردي في تلك المرحلة؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم والرحمة الشهداء. حقيقة أولا هذه الحركة أو هذا الحدث في عام 2019 سنة تقريبا هو كانت منظمة حقيقة لاستهداف ضرب المكونات ببعضها وبالأخص المكونين العربي والكردي. طبعا هذا الحركة أو هذا الحدث حقيقة في وقته لم يصل لما يريده من إشكالات داخل المكونات، فنقول حقيقة وعي تام بين المكونات وبين العشائر على وجه الخصوص، والدليل عدم استنفراد. نعم أستاذ أكرم، والجرحى في ذلك اليوم. نحن نقول من يقول كان الهدف هو المكون الكردي فهذا حقيقة نحن كمكون عربي نرى في ذلك خطأ، الهدف هو ضرب المكونات لأن نعم. الموجودين مكان الحدث هو القامشلي، أيضا أداة الحدث ليسم أبناء القامشلي حقيقة، هي مباراة رياضية بين فريقي الفتوح والزور والجهاد، يبدو كان محضر لها حقيقة. والدليل أثناء ما بدأت الهتافات كان جمهور المشجعين اللي هم من دير الزور يعني مجهزين بالحجارة وبالصور ورفع صور
جانبية، يعني صور لا تتعلق بجو المباراة حصرا، إنما هو لجو الخراب والفتنة، لكن الوعي كان موجودا عند الأهالي عند الشعب بشكل كامل بكل مكوناته، والوقوف جنبا إلى جنب حقيقة لعدم تطور هذا الحدث إلى داخل المجتمع كامل، بل بقي في الملعب وانحصر ضمن الملعب، لم يتعدى أسوار الملعب، إنما حصر في مدينة القامش. للدليل كان رابط المكونات أقوى من الأجندات المرتبة لهذا الحدث لخلق إشكال، وهذه أيضا على النظام بضرب المكونات ببعض أيضا باتفاق، حتى في هذه الفترة كان هناك أيضا تواصل تركي سوري حتى في ذاك الزمن قبل الأحداث وقبل الاحتلالات التركية في الوقت الحالي، كان هناك في ترتيب على ضرب المكونات ببعضها وبالأخص المكونين العربي الكردي. فحقيقة هذا الحدث لم ينال ما يريده من إشكالات تحدث على المستوى الأكبر، وأيضا هذه الفتنة حقيقة أخمدت بجهود الجميع بالوقوف إلى جانب بعض، لم تكن حقيقة ما يريده النظام أو الأجندة الخارجية بخراب هذا المجتمع. هناك تخوف أيضا كان من قبل النظام على الاتفاق الشعبي ضمن طول السنين السابقة، طبعا هذا الأمر متعلق بأحداث ما سبقها في 2003 في العراق، وما سبق من سقوط للأسف سقوط النظام العراقي آنذاك. نحن أيضا طيب سيد أكرم، يعني اسمح لي أن أذهب إلى بنقطة إلى سيد صالح مسلم. سيد صالح، يعني تحدثت عن الانتفاضة أتت بعد مرحلة الثورة 2011، يعني هل يمكن القول أن انتفاضة آذار 2004 أسست للانتفاضة وانطلاق ثورة 2011 في بداياتها؟ نعم يمكننا القول، لأن يعني الشعب السوري لأول مرة كشعب، أنا لا أتحدث عن ربما كانت هناك اشتباكات بين بعض الأنظمة أو مع النظام على شكل فصائل معينة من الأخوان المسلمين وقبل ذلك، ولكن لأول مرة تحتشد الجماهير بهذا الشكل في القامشلي، ومن ثم تمتد هذه الانتفاضة إلى جميع أنحاء شمال سوريا، يعني من ديريك إلى عفرين إلى دمشق، حيث تواجد الشعب الكردي أينما كان. لأول مرة النظام يجابه بهذا الشكل، يعني انتفاضة، ولهذا نستطيع أن نعتبر أن ما حدث في 12 آذار 2004 هو كان بمثابة كسر حاجز الخوف للتصدي للنظام، لعنجهية النظام واستبداد النظام. النظام استنفر بجميع قواته الأمنية والعسكرية والشرطة وما إلى ذلك في سبيل كتم هذه الانتفاضة، ولكن طبعا هي امتدت، يعني تفاجأ النظام بهذا الخروج الجماهيري الذي كسر هذا الحاجز. وأعتقد أن منذ ذلك الوقت كان هناك روح التمرد الموجودة لدى الشعب الكردي والشعب السوري عموما، يعني أخذ الجرأة بأن هذا النظام يمكن أن يتراجع أو يمكن أن يتم الاعتراض عليه. ولهذا أعتقد أن الروح التي انتشرت في سوريا وخاصة لدى الشعب الكردي في شمال سوريا هي كانت بذرة الانتفاضة أو ثورة الشعب السوري فيما بعد، يعني في 2011. أستاذ أكرم، أنا أيضا في يعني ذات السياق، إلى أي مدى انتفاضة آذار 2004 يعني رسمت ملامح تغيير سياسي مستقبلي في سوريا؟ نعم، حقيقة أحداث نسميها للأسف أحداث آذار 2004، حقيقة إن نقول كما تفضل ضيفكم الكريم أيضا هي كانت كسر حاجز الخوف لدى الجماهير. في 2004 تحركت في مدينة القامشلي
ضمن مدينة القامشلي وبعض البلدات الصغيرة، لكن أحداث 2011 على مستوى سوريا، طبعا 2004 بدأت من شمال شرق سوريا، بينما أحداث 2011 بدأت من جنوب سوريا من مدينة درعا 14 آذار عام 2011. حقيقة كانت مقبلات 2011 هي 2004 حقيقة اللي كسر حاجز الخوف لدى الجماهير، وتحركت الجماهير بقوة حقيقة لم تسأل عن القوة، عن قوة النظام بعتاده العسكري بقبضته الأمنية في جميع أنحاء سوريا. القبضة الحديدية حقيقة كانت تسمى، لكن حقيقة الشعب لما تحرك لم يعني يحسب حساب لعواقبها، بل انتفض بشكل قوي من جميع المدن، بدأت بدرعا ومن ثم ريف دمشق ومن ثم بانياس ومن ثم دير الزور ومن ثم حمص والمدن الأخرى. حقيقة هذه نقول أحداث 2011 هي نقول استكمال حقيقة لأحداث 2004 كشعور جماهيري، كشعور شعبي ضد النظام وضد الهيمنة الأمنية ضد الاستبداد. لكن حقيقة ما فعل ب 2011 أيضا ترابط الشعبي بقي موجودا طيلة لحظات هذه الحركة أو هذه الثورة من 2011، لم تنقض بجهة أو في جهة أخرى، أيضا الشعب بقي على وحدة وطنية شعبية يريد تحرر، يريد أن تكون كلمته الفصل ضد الاستبداد ضد الدكتاتورية في جميع أنحاء سوريا. طيب أستاذ صالح، يعني نقتبس جملة قالها أستاذ أكرم عندما قال وحدة وطنية شعبية، لماذا اختارت الحكومة وأجهزة الأمن وأفرع الاستخبارات يعني وحتى الإعلام الحكومي في ذلك الوقت وإلى الآن التشكيك بوطنية المكون الكردي واتهامهم بأنهم عملاء للأمريكان وبأنهم انفصاليين وأن أمريكا تريد إنشاء كيان إسرائيلي ثاني في المنطقة؟ يعني ولماذا لم تختار الحكومة والمنظومة السياسية الحاكمة استيعاب هذا المكون السوري ويعني وترسيخ مفهوم الوطنية والمواطنة؟ مع الأسف طبعا هذا الاستعداء كان موجودا في نظام حزب البعث، حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تأسس أو اندمج مع أحزاب أخرى في 1957 إلى الآن، كان يعتبر طبعا سوريا هي ذات شعب متجانس واحد وهو الشعب العربي، وعلى كل من لا يقبل أن يكون عربيا يجب أن ينصهر ضمن البوتقة العربية، هذا كان ما يريده. ولهذا خلال حتى دروس حزب البعث كانوا يعلمون الأفراد أو يوجهونهم إلى أن هناك عدو خارجي لسوريا، وهو طبعا يقصدون هم حزب البعث وهو إسرائيل، والعدو الداخلي لحزب البعث هو الكرد، هكذا كانوا يفعلون وهكذا كانوا يعلمون عناصرهم. وخاصة كانت هناك مشكلة أخرى طبعا كما تعلمون، كانت هناك تمرد ثورة البرزاني في 1961، مما زاد من شكوكهم بأن الكرد يريدون الانفصال، يريدون إقامة دولة وكذا، وما دام هناك كرد في سوريا أيضا فلا بد أن يتوجهوا، يعني كانوا يعرفون بأنهم يكتمون أنفاس الشعب الكردي، ولهذا كانوا يعني يزاودون في هذه المسألة. هذه الشكوك لا زالت مستمرة لدى حزب البعث إلى يومنا هذا، يعني هو إنشاء دولة ذات قومية واحدة، ذات علم واحد، ذات رئيس واحد، ذات أي شيء، كل شيء واحد، يعني دين واحد، مذهب واحد، هذا ما تعتمد عليه سياسة حزب البعث العربي الاشتراكي. ولهذا كانوا ينظرون بعين الشك، وخاصة الشعب الكردي أيضا كانت لديه بعض التنظيمات السرية في ذلك الوقت، كان أيضا حزبه تأسس في عام 1957، طبعا تغير تبدل، ولكن كانوا يطالبون بالحقوق الديمقراطية، رغم هالشيء
رغم هذا الأمر لم يستطيعوا إقناع البعث بأنهم ليسوا انفصاليين وإنما يريدون العيش ضمن سوريا مع حقوقهم الديمقراطية. ولهذا هذه الشكوك لا زالت مستمرة لدى ذهنية البعث، لا رغم أن العالم تغير والكرد تغيروا والشعب العربي تغير، الآن هناك مفاهيم جديدة، أخوة الشعوب والعيش المشترك ضمن المنطقة الواحدة والإرادة الواحدة، وهذا طبعا نحن الآن نثبته عمليا على أرض الواقع في الإدارة الذاتية الديمقراطية. ولكن لا زال حزب البعث غير مقتنع بهذه الطروحات، وربما هو يريد يعني مثله مثل السياسات الفاشية التركية التي تريد التخلص من الشعب الكردي بأي ثمن، أو حتى ربما الإيران أيضا. ولهذا يعني السياسات تعتمد على إبادة الشعب الكردي، هذا ما ينظرون إليه. طيب أستاذ أكرم، يعني تحدث سيد صالح بأن الحكومة زاد غير مقتنعة بالمقترحات وبمشروع الإدارة الذاتية وبأنها تمارس نفس الذهنية. اليوم معروف يعني الحكومة ما زالت والأجهزة الأمنية والأفرع يعني تمارس نفس السياسة لضرب مشروع الإدارة الذاتية وقواتها الأمنية تحت مسمى جديد هو المقاومة الشعبية، يعني بذرعة مقاومة الاحتلال الأمريكي كما يقولونهم، لكن وتطالب أيضا العشائر العربية بسحب أبنائها من قوات سوريا الديمقراطية. يعني ألم تأخذ الحكومة وأجهزات الاستخباراتية والأمنية الدرس سابقا من درس عام 2004 وأن لا تلعب الحكومة على الوتر العرقي والقومي لأنها فشلت في ذلك سابقا؟ نعم أخي الكريم، دائما نتمنى من المتحدثين والمحللين السياسيين لأخذ فكرة دائما لا تحسب الأنظمة على الشعوب، دائما لا يحسب النظام على الشعب. فحقيقة ليس الشعب العربي ليس كله بعثيا ولا كله موافق على وجود النظام، إنما في ظروف أمنية قاسية أتمنى هذا. من نأتي إلى مشروع الإدارة الذاتية، حقيقة مشروع الإدارة الذاتية مشروع وطني بامتياز، لا يهدف الانفصال. الكرد ليسوا انفصالين، الإدارة الذاتية هي من جميع المكونات، هي تدير شؤونها بنفسها، هي دافعت الإدارة الذاتية بقواها العسكرية، قدمت الشهداء من جميع المكونات لطرد الإرهاب. بالنسبة للدولة السورية حقيقة هي تركت البلدان في شمال شرق سوريا، تركتها للعصابات الإرهابية من الجيش الحر والنصرة وداعش وغيرها، لكن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية حقيقة لم تترك فراغا هناك حسابا للفوضى اللي حدثت في إدلب وريف حلب والاحتلال التركي للمناطق. فنأمل دائما أن نكون ذو نظرة شمولية. نحن نقول من هم الانفصاليون حاليا داخل سوريا؟ الدولة السورية هي بدأت بالانفصال حقيقة، نرى في حواجز داخل أو الحدود ما بين الإدارة الذاتية والدولة السورية هناك جمارك وهناك رشاوي وهناك كأنه انفصال، كأنه شمال شرق سوريا ليس من سوريا، ليس هم شعب سوري. لكن رغم ذلك الإدارة الذاتية نظرت بنظرة شمولية، نظرة مجتمعية إلى جميع مكوناتها طيلة هذه الفترة. حقيقة مشروع وطني بامتياز. حتى الأمريكان، ليست الإدارة الذاتية بمن أقدم الأمريكان إلى مناطقنا، الأمريكان نعم أتت ضد الإرهاب، لكن الدولة السورية هي أتت بالإيرانيين والروس وحتى المفاوضات السرية الأمنية مع الأتراك. الإدارة الذاتية قامت بمجهود حقيقة، بمجهود بيد تقاتل وبيد أخرى تبني، فهذا ظلم على الإدارة الذاتية. بالنسبة لسؤالك أيضا، لجزء من سؤالك أنه هناك دعوة عشائرية لسحب أولادي، حقيقة لو لبي هذا الطلب لما تجد في قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 60% هم من المكون العربي، من بيج إلى المالكية مرورا بطبقة والرقة ودير الزور والحسكة بجميع مدنها وأيضا المناطق الأخرى كلها موجودة، هذه من
المكونات كاملة. بالنسبة للطلبات العشائرية حقيقة هناك لدينا جزء من بعض شيوخ العشائر القاطنين في دمشق يريدون يعملون على هذا الطلب، لكن حقيقة لم تلقى إجابة من عشائر المنطقة. هناك يمثلون تقريبا 5% من شيوخ أو ما يسمون مستشيخي العشائر يطلبون هذه الطلبات، ونحن على علم بعشائرنا وبشيوخ العشائر وجهة حقيقة. نعم. هذا الطلب مرفوض لأن أولاد العشائر موجودين في الجسم العسكري وفي الجسم السياسي وفي الجسم الإداري وفي الجسم الاقتصادي في الإدارة الذاتية. هذه تهمة باطلة على الإدارة الذاتية، لكن نحن نقول شعوبنا كلها يدا بواحدة. نعم. عربها بكردها. طيب. بسريانها. حقيقة هذه أمر للتفرقة، وأيضا نشدد على من هم في شمال وشرق سوريا بأننا جميعا حقيقة نقول عدة مكونات، لكننا نحن شعب واحد ضد الانفصال ضد الإرهاب قاومنا، والدليل هذه مخيمات الموجودة في شمال وشرق سوريا. نعم سيذكر حقيقة هذا كله بجهود الشعب بكافة. طيب. مكونات. نعم سيد صالح مسلم، يعني لو سألنا عن الدروس من هذه الانتفاضة، انتفاضة آذار 2004، ما هي الدروس التي رسمتها لمعرفة كيف يفكر أو تفكر منظومة الحكم في دمشق، وفي المقابل كيف يجب التعامل مع هذه الذهنية؟ ما حدث هو ليس حكومة دمشق فقط، وإنما أي حكم استبدادي متسلط على رقاب الشعب هذا ما يسعى إليه دائما، وهو خلق الفتنة والإيقاع بين شرائح الجماهير بذرائع معينة ربما تكون دينية أو فكرية أو سياسية، لخلق فتنة ليتمكن هو من مصير الجميع وليكون هو المرجع الوحيد. وهذا ما فعله يعني نظام البعث في دمشق. طبعا الشعب العربي أدرك ذلك، وانتفاضة قامشلو خاصة جعلت فهمت، يعني انتفاضة قامشلو لم تنجح لأن إخواننا العرب فهموا هذه المسألة ولم يقوموا بما أراده النظام أن يفعله. طبعا نحن أيضا من جانبنا سعينا ولم نقع في هذا الفخ، ولهذا أعتقد أن الدرس المستنبط هو أن الجميع سواء كان عربيا أو كرديا أو سريانيا آشوريا مهما كان رأى بأم عينه ما يسعى إليه أي تسلط، أي حكم سلطوي ديكتاتوري مستبد برقاب الشعب. يعني حاول ولا زال يحاول ربما، ولكن ليس هناك تجاوب. ربما بعض النفوس الضعيفة كما شرح الأستاذ أكرم، يعني هو ربما النفوس الضعيفة موجودة في كل المكونات في كل الشعوب لأسباب مادية أو لأسباب أخرى، ترى هناك ضعف النفوس أو حتى مسألة الوجاهة، لأن وعود هكذا أنظمة هي وعود كبيرة جدا، ولهذا ربما يغرى بهم، يعني وهم ليسوا لا يمثلون أي شيء بالنسبة للشعب. هذا من ناحية. الناحية الأخرى يعني خاصة بالنسبة للعشائر أو المكون العربي الذي الآن نحن في عيش مشترك في هذه البقعة، نحن حررنا أراضينا من الظلام، ظلام الداعشي الذي يعرفه الجميع، وقد اختلطت دماؤنا، دماء شهدائنا سواء كان عربيا أو كرديا، اختلطت في منبج، اختلطت في الرقة، في الطبقة، في دير الزور، ولا زالوا يكافحون. الآن قوات سوريا الديمقراطية تمثل جميع هذه الشرائح، الجميع موجودون فيها، ولا أحد يبالي بما ينادي به البعث بعد أن افتضح أمره. ولهذا أعتقد ما يقع علينا جميعا أن نكون واعين لهذه المسألة، وأن لا ننجر إلى ما ألعيب الأنظمة المستبدة، ليس في سوريا فقط وإنما في تركيا وما إلى هناك أنظمة مستبدة تريد الإيقاع بين المكونات والشعب لكي يكون هو المرجع. لا زالت هذه المحاولات جارية. الدروس المستنبطة هي ما رأيناه على الواقع، العيش المشترك، الشعوب ليست أعداء لبعضها مطلقا،
هي عاشت عبر التاريخ، عاشت في مكان واحد وفي حيز واحد، وربما تناسبت وربما لها علاقات أخرى غير العلاقات الحكم والاستبداد، متسلط على أحدهم على الآخر. هذا لم نراه لدى الشعوب. فالشعوب وجدت هذه الحقيقة على أرض الواقع في الإدارة الذاتية الديمقراطية. ربما أن هذه يعني هذه الإدارة لا زالت فتية، قد تكون هناك بعض النزوات بعض الشغلات، ولكن أعتقد أن الأساس السليم تم وضعه وسيتحسن أفضل، وتشعر هذه المكونات التي تعيش فيها هذه المنطقة بالفرق بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطية التي نحن نسعى إليها. أشكرك جزيل الشكر من شمال شرق سوريا صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، كما أشكرك أستاذ أكرم محشوش نائب الأمين العام لحزب المحافظين. شكرا لكم. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.